هناك انا خرجوا الشارع الرئيسي. انتم كما تشوفوا هنا الان في الرئيسي، هذا هو الشارع ديال الرباط، طريق الرباط طنجة. هو هذا الجدار اللي كيخفي وراء مأساة عائلات وأطفال كما كتشوفوا. هذا هو الجدار، كل عليه شي كيدوز من هنايا كيبان له هذا الحيط هذا ما كيبان له والو لداخل، ولكن هنا بعد ما دخلنا لهذا الحي هذا اللي جبرنا فيه مآسي العائلات، الناس كتعاني في صمت، الصيف محروقين، الشتا غارقين. كما كتشوفوا لا دخلتو هنايا ساكن الناس كيسكنوا عام 500 الاحياء هنا في 21. لا لا ما كان اللي ما صوبش الارض صافيش حي هذه كل حاله هذا ما كيفيض، ما تقدرش دير من هنا هو كل شيء كل حاله. هذيك المحكمه تهبط للكولات ديالك، الكولات ديالك والكيادين كتفيض، ما شاء الله ما قدرتش. باقي ما داروش معكم حتى شي حال فاش ديال الاستفاده، ما كاين استفاده ولا شي حاجه. على بالك تسمعوا، لا 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 لاش اونفو، لا لا اش اونفو، لا ما كاينش شوف، لا لا اش اونفو كاين ما تنزل ما كيصور فيهم لا مستشفى حتى شي واحد كيجي لهم. غير دخلت تما، دخلت عندي ما كتعرفوش، لا ما كتعرف كي على غير صغيره. هذه تدخل لا للاسف الشديد ما كنتواجدوا بواحد يعني بواحد البراكه جنان بيضاوة بالضبط، يعني كنا كيف هاد الناس هنايا مساكين، يعني سكنة صغيرة كيبقى لواحد 3 متر، فيها منا كوزينة منا طواليت منا فين كيسكنو، شوية باش يدير صغار ماشي، هذا مسكان، والماء داخل دابا لهاد الناس مساكين، باقي ما داروا معكم حتى شي حال واقيلا، مازال ما داروا معنا والو حنايا، حنا في الصيفية محروقين في الشغاقة، ها الماء مصرية قدر تفتح لينا. ولا جو طويل بها حماطات دخل لي حاشك الواد دخل في الواد حفاض ودخل لي ثاني هنا عاد جو طويل مراتي في الكاغطي وهذا لا حول ولا قوه الا بالله. حنا هذا شي خدمه ربح في العيام ولا والو، ها انت العيد ديال الفلتات واش كنقول لك السبت، ما حنا هذا شي خدمه ربح ما حنا والو. ويعني كيما قلت لك ديال القضيه ديال ديك الاستفاده بحال اللي كانوا ما استفدنا ما والو، ما طاولنا حتى شي حاجه، حنا الناس كلشي طاول اللي حنا ما طاولناش. واش ما جاوش عندكم ولا باقي كاين؟ ما جاوش عاد قطعوا عندنا صفت وجهي ثاني ديال المقاطعه لا حول ولا قوة. ايوا شكرا لك في الشغل. شكرا لك. ها خلي يجي شوف الناعس، راه في الناعس، هاكي عاود نشوف الناعس كامل كيقطع لي انا كلشي كلشي. ها كما كتشوف الماء عندي الطوايط هنايا، هذا الشيء كامل كيرجع لي هنا ما كيفوت عليا، هذا الشيء كامل كيرجع لي هنايا. سيري هذا الدنيا كامل قطعتها كامل قطعتها. ما توعدنا ما صوروا فينا ما والو. سيري ما قالوا لنا لا هذه لا هذه، حنا كنموتوا هنايا وصافي. شوفوا القضية ديال يعني باش تبنيو، ما تهضروش معاكم. ما كاين لا بني ولا سولوا فينا ولا عرفوا لنا واش كاين ولا ما كاينش، هو ساكن ولا ما ساكنش، هو حتى شي حاجة. خاي عنده هنايا مع بعض وليدات، الاخر عنده وليداتو، وحدا اخر عاوتاني عنده وليداتو، انا عاوتاني هيدا هجالة عندي بنيته ديالي نطيقة واحد بوها على حسب هادشي هذا، لا عندها الحساسية، عندها الحساسية، لا عندها موقع سميتها جايدة لا لا ايش اونفو، انا كنعرفك انا كنعرفك انا كنعرفك انا ود مينا صافي وخيي صافي وخيي نعم جهي عندك البان، لا 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 ما كيبانش وجهي بلا وجهي بلا ما تبسمها دابا هي مدروعه بزاف ديال الجيران. لا الجيران معروفه، انا بيدك عارف هاد اللي ما كيفاض ليها من الماء. الضرب يدار صبحو ثلاث دور اليوم طاحين. هاد الضرب يدار صبحو ثلاث دور طايحين. باين ثلاث طرقات اربع طرقات طاحوا كلشي طاح في الشاوي. فهمتي؟ ايوا الله.
ما قدرتش تسول الخير. لا 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 انا ما انا بيدنا وطرق انا راه خليت البيكاره ليا سميتو على شامبو موقع جديد عندنا فهمتي. وش اللي سريق لها توجيه يعني للسيد عامل يعني اللي كنت بها مانا في الأحداث؟ كان نوجه رسالة ديالي شفنا شي حال ورحنا مكافسين أنا حتنا يا وليداتنا والقادو سكيفلت علينا والله يزيزي يا الله يزيزي في عندنا وليداتنا في الحساسية وشفنا شي حل هذا شي حال الله يزيزي الله يقول العواء والمرضى اللي كاين العيال مراضين وحنا مراضين كنبغيو نمشيو الخدمة كنجبرو منين نخرجو من الريحة كاينة دابا الريحة كتشم خرجوا دابا انا كنوجه لواحد الرساله الله يزيد بخير الله يوقف معاك وشمنا شي حل اي طريقه على وجه الطبيه اللي قالت كتشموا الريحه الحساسيه عندهم اللي عندهم وقال الناس كبار الناس ساكنين فهمتي مول مرضو نفساني هادشي اللي كاين وفي الانتخابات كيف كيجيو عندكم الانتخابات كيقولنا يديروا لا يفعلوا لا يتركونا ما كاينش شي حاجه اللي كيجي لهنا ما كيوليش عندنا ما كيسولش كاع فينا نهائيا ما كيقول لك عندهم الكبار فعلا هما كيسالوا الشغل ديالك كيسولوا فينا كيخليونا ما كيسولوش فينا نهائيا. هي هذه هي هذيك ديال البلديه ديال القادوس تتبقى عرفتي شهر تبقى نعيطوا 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 تبقى نعرف حتى كنمرضوا بالحساسيه حنا وليداتنا عاد كيجيهم على خاطر ديالهم كيحيدوا القادوس. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 يعثر ليها وصافي. زيد الله يزيدي بخير كنوجهوا هذه الرساله هذه الله يوقف معاه ربي يخلي له وليداته وشوف من الحال وشوف من الحال هاد الوليدات الفطره شنو هو في الموقف هذا باش يقدر يعيش هاد العيال. راه حنا مكرفسين 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 هادشي اللي كاين. ايوا شكرا اختي الله يدير شي تا هو الخير. امين وخير عمر عندك قوه. لا 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 كمان لازمنا بالمنطقه ديال جنان بيضاوال على ايش اون فوق هنا حاضرين بالعين المكان باش كنرصدوا الاحداث. انتم كما شفتوا دخلنا عند واحد السيده الاولانيه مسكينه عند اربعه الوليدات ديالها بيت واحد ساكنه فيه والثانيه مسكينه عاوتاني يعني مطلقه ساكنه في بيت واحد الفيضان داخل ديال الماء كما قالوا كيتصلوا بالمسؤولين حتى شي واحد ما كيتسوق لهم حتى واحد ما كيجي عندهم. وهذا كما قلنا لكم ان هذا الحي هذا ديال جنان بيضاوه يعني جا في الشارع الرئيسي منطقة ديال يعني شارع عمر بن عبد العزيز يعني أقدم الأحياء مدينة العرائش جنان بيضاوة جنان كاستيا جنان باشا هادو أحياء قديمة. كما كتشوفوا 2021